عليها وفي بالك. مرحبا، المرأة اللي يخطبها راجل من برا تلقاها عندها فكرتين، يا توافق يا ما توافقش. كان ما وافقتش مش مشكل، أما كان وافقت ولي عندها فكرتين، يا تمشي معاه يا ما تمشيش معاه. كان مشيت معاه مش مشكل، أما كان ما مشيتش ولي عندها فكرتين، يا تجيب صغار يا ما تجيبش. كان ما جابتش مش مشكل، أما كان جابت الصغار يولي عندها 2000 مشكل و2000 فكرة، وهما قداش وكيفاش مش تربيهم، منها بو منها أم، الحاصل منها منها، وخاصة إذا كان البو كان البرة يولي مجهول المقر، هنا وحلة المنجل في القلة. وشكون الولي متاعه، يعني المسؤول قانونيا على كل ما يتعلق به؟ ومبدئيا في القانون ما ينجمش الصغير دون 18 سنة أنه يكون ما عندوش ولي، خاطر وقت اللي تنعدم الولي فإنه الحاكم هو وليه، وهذا نص الفصل الثامن مجلة الأحوال الشخصية. مجلة الأحوال الشخصية تنقحت برشا مرات، ودخلت مبدأ أن الأم تولي مشاركة في الولاية، هذا في تنقيح 1981، وهذا باش يحقق التماسك والتآزر الأسري، وزاد الدعم تشريك المرأة في تنقيح 1993 في تشريكها في تسيير شؤون الأسرة. وكيف ندقوا في مجلة الالتزامات والعقود نلقاو أن الولاية للبو تمييز بصفة شرعية، والولاية للأم بصفة استثنائية. ومفهوم الولاية شنو؟ الولاية هي سلطة شرعية تمكن صاحبها من إنشاء تصرفات نافذة في حق نفسه ولا في حق غيره بشرط ثبوت الشرعية. والولاية تنقسم لجزئين، فما ولاية النفس وهي تتعلق بالحفظ والتربية والتعليم والتأديب والتزويج وغيره، وولاية على المال تتعلق بحفظه وإدارته وتنميته. والمشرع التونسي في فصل 60 من مجلة الأحوال الشخصية عمل مبدأ المساهمة متاع الأم في الولاية، ولينا نتحدث على مبدأ الولاية المشتركة. مال المرأة ترتكز الولاية متاحها على شرطين، هما انفصال العلاقة الزوجية بالناحية وإسناد الحضانة لها من ناحية أخرى. أما في حالة الوفاة متاع الزوج تولي الولاية تنتقل لها آليا. أما فيما يتعلق بالغياب المتعمد للزوج في محل الزوجية ورفض الاعتناء بالأبناء والقيام بشؤونهم، فإنه هنا فما فراغ قانوني، وهنا يفقه القضاء اتجاهل فكرة مصلحة المحظون واعطاه حق الولاية للزوجة، وبالتالي قالت المحكمة إن الأم في الحالة هذه هي ولية شرعية حتى كي يقع إسناد الحضانة مش لها، اللي هي أصلاً كما قلنا قبل مسؤولة بالتضامن على الفعل الضار متاع بينها، وهي تشارك في الإنفاق وتوافق على زواج أبنائها القصر وتساهم في تسيير شؤون الأسرة. فقه القضاء مشاف الاتجاه هذا، لكن نبقى ونستناه في حل البرشة مشاكل قانونية أخرى. ولين يتفضأوا نواب الشعب متاعنا سامي بلقكم تحياته، وإن شاء الله نهاركم زين وفي أمان الله. هاو في بالك.